تحتفل شرطة عمان السلطانية اليوم بافتتاح مركز شرطة باريك بمحافظة الوسطى التابع لقيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز. توفي عامل بناء في منطقة الشرية بولاية صور بعد انهيار جدار عليه. ينطلق اليوم ماراثون الموج مسقط الدولي بمشاركة 6094 متسابقا موزعين على 6 فئات صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية ويستمر يومين.